يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا منيفة لا ترحم وصل هذا ولا عبد الحميد من طاح منه ما تبي تثر علينا ديته واللي تقول انه على شانك بدا يبعد بعيد الله تراك ما حدت لا وصفه ولا مريته ما عندنا غير الذكاء من الولد شاعر اللي راقص هذا سنان شاعر ما جاب له شيء جديد أحيانا تصلح نيته وأحيانا تخرب نيته إن كان عندك مقدرة مال الحديد لكنها غير السوالف والعلوم مبيته تبغى تدور لك مبرر وانت اللي مستفيد كل يحب الفرصه اللي بينت شخصيته العام تفكيرك ذكي ما حد يقول انك بليد الله ما رسنا هذه خلايا المخ عندك ميتة ما عاد عندك هم غير انك تزود في الرصيد اظن من كثرة رصيدك تنسدح في فيتة الشفرة اللي وصلوا لك من رصيد من بريد يا بريد اللي بعثها ما عرفت اسمه ولا جنسيته تعرف بنادم في الحياة هم شقي ولا سعيد يا صاحبي ماني وكي لا دمع على ذريته الظاهر المرسول ضحكتن على هم العبيد الدغدغ في روحته والدغدغ في جيته بعض العرب وده يصيد وفي النهاية ما يصيد الله يا ليته يخلي رصاصه وام خمس مزيته مشغلك والمرسول ما علمك في السر الوحيد يا بغى يموت وموجز اسرار تحط قيته انت بنا والعلم مأر الله يدبر ما يريد توك تشوف الناس كل لابس جنبيته يا اللي تشبث في الحياة العمر ينقص ما يزيد لو البنات